يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب بعض المجيزين للقراءات في سرد أسانيدهم في آخر السند يقولون عن رسول الله، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة سبحانه، هل هذا صحيح؟ أعوذ بالله، عن اللوح المحفوظ لا، هذا باطل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة. فنقول عن الله، ما نقول عن اللوح المحفوظ، نقول عن الله. نعم القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن جبريل ما هو بينقل عن اللوح المحفوظ، إنما ينقل عن الله جل وعلا. نعم، يقول فضيلة، هذا قول الأشاعرة. وللشيخ سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم، رد على هذا القول إن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، رد على هذا القول. نعم، وهي موجودة في مجموع فتاواه وموجودة مستقلة. نعم.